الموارد الطبيعية في الوطن العربي. وهب الله عز وجل الوطن العربي ثروات طبيعية متنوعة، وقد ساعد الامتداد الواسع للوطن العربي على وجود تباين بين الموارد الطبيعية في دولة ما. تعد الموارد المائية من الموارد الطبيعية المهمة، حيث قامت عليها الحضارات منذ القدم. ويمكن التمييز بين نوعين من الموارد المائية في الوطن العربي، هما المياه السطحية والمياه الجوفية. المياه السطحية: معظم المجاري المائية السطحية في الوطن العربي مؤقتة الجريان، حيث تجري المياه فيها في فترات الأمطار ويطلق عليها اسم الأودية. وتوجد في الوطن العربي مجاري مائية دائمة الجريان كنهر النيل في مصر ونهري دجلة والفرات في العراق. وقد أقيم عدد من السدود على الأنهار والأودية من أجل استغلال مياهها في فترات الجفاف لأغراض عديدة مثل الزراعة والتوسع الصناعي. المياه الجوفية تعتبر مصدرا مهما للمياه في الوطن العربي، حيث تم حفر الآبار وشق الأفلاك قديما لاستخراج هذه المياه ونقلها بواسطة القنوات لمسافات طويلة إلى المدن والمزارع. نقص المياه مشكلة كبيرة تواجهها الدول العربية. تصوروا أن 13 بلدا عربيا يعيش الآن تحت خط الفقر المائي. دعونا نتوقف عند هذه المشكلة بالأرقام. المساحة الإجمالية للدول العربية تشكل 10% من مساحة العالم، ويمثل سكانها نحو 5% من سكان الأرض. لكن الملفت أن الوطن العربي يملك فقط 1% من إجمالي الموارد المائية العالمية المتجددة، وهذا ما يجعل نصيب الفرد العربي من المياه قليلا جدا. مشكلة نقص المياه في الوطن العربي: يعاني الوطن العربي من مشكلة نقص المياه، وذلك لعدة أسباب، منها زيادة المناخ الصحراوي وزيادة الاستهلاك. وقد توجهت العديد من الدول العربية لا سيما دول الخليج العربي إلى تحلية مياه البحر لتوفير المياه للاستخدامات البشرية، كما اتجهت بعض الدول العربية إلى معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في ري المزروعات وأغراض الصناعة. ثانيا، التربة. التربة هي الطبقة المفتتة من قشرة الأرض التي ينمو فيها النبات، وقد سعى الإنسان منذ القدم إلى استغلال المناطق التي توجد فيها التربة الصالحة للزراعة. ويؤثر الموقع الجغرافي لدول الوطن العربي والمناخ السائد على نوع التربة، وتختلف خصائص التربة حسب المواد الصخرية والعضوية المكونة لها. المادة العضوية هي إحدى مكونات التربة، ويرجع أصلها إلى بقايا نباتية أو حيوانية. من أهم أنواع التربة في الوطن العربي: تربة البحر المتوسط تنتشر على منحدرات الجبال كما هو الحال في بلاد الشام والمغرب، وهي تربة خصبة ومن أشهر المحاصيل التي تزرع فيها الحبوب والزيتون والحمضيات. التربة الصحراوية: يغطي هذا النوع من التربة مساحة واسعة من الوطن العربي، وهي تفتقر للعناصر الغذائية بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيها. وتعد تربة الواحات من أفضل أنواع التربة الصحراوية، وتنتشر فيها زراعة النخيل. التربة الفيضية هي تربة رسوبية تنتشر بالقرب من الأنهار مثل نهر النيل ونهري دجلة والفرات، وهي تربة خصبة صالحة للزراعة لأنها غنية بالمواد العضوية والمعدنية. المشكلات التي تواجه التربة في الوطن العربي:
تتعرض التربة في الوطن العربي للعديد من المشكلات، أهمها الانجراف. الانجراف ويعني نقل التربة من مكان إلى آخر بفعل جريان المياه السطحية، فبعد سقوط الأمطار تقوم الأودية بجرف كميات هائلة من التربة. ما يهمنا نحن هو انتقال التربة بفعل الأمطار. تسقط الأمطار فتتشبع التربة بالمياه، يثقل وزنها فتتحرك أو تنجرف إلى مكان آخر. غالبا ما يكون الانجراف في المناطق الخالية من الأشجار والنباتات، إذ أن لجذور الأشجار دور كبير في حماية التربة، حيث تتغلغل جذور الأشجار فتمسك التربة وتحافظ عليها وتمنعها من الانجراف. التملح، وهو ارتفاع نسبة الأملاح في التربة نتيجة ارتفاع معدلات التبخر وقلة الأمطار وزيادة الاستهلاك. تنتج ملوحة التربة عندما يكون بالتربة نسبة من الرمل يحتوي على نسبة من الملوحة. ثانيا، تنتج عن طريق المبالغة بكمية الري خاصة للتربة سيئة التصريف للماء. ثالثا، الري أثناء الظهيرة عندما تكون الشمس شديدة الحرارة فيتبخر الماء تاركا نسبة من الملوحة فوق التربة. تدهور خصوبة التربة، وتعني فقدان التربة لخصوبتها بسبب كثرة استخدامها في الزراعة واستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية. ثالثا، النباتات الطبيعية. يطلق اسم النباتات الطبيعية على النباتات التي تنمو من تلقاء نفسها، وتختلف النباتات الطبيعية في الوطن العربي في نوعيتها وكثافتها من منطقة إلى أخرى حسب المناخ السائد وخصائص التربة. ويمكن تصنيف النباتات الطبيعية في الوطن العربي إلى ثلاثة أنواع رئيسية. تنقسم إلى الحشائش، نباتات صحراوية، الغابات. تنقسم الحشائش إلى السافانا، الاستبس. تنقسم النباتات الصحراوية إلى صحراوية حارة، صحراوية جليدية. تنقسم الغابات إلى معتدلة دافئة، منها بحر متوسط، صيني، معتدلة باردة، منها نفضية وصنوبرية، استوائية. نباتات البحر المتوسط وتتميز بأشجار دائمة الخضرة، وتكون على شكل غابات تظهر على سفوح جبال منطقة البحر المتوسط، ومن أمثلتها الصنوبر والسنديان. النباتات الصحراوية وتتميز بقلتها، حيث تقتصر على الأعشاب القصيرة والنباتات الشوكية والشجيرات المبعثرة، ومن أمثلتها السمر والسدر والغاف. النباتات المدارية تظهر في المناطق المدارية الرطبة، وتتميز بغاباتها الكثيفة وأعشابها الطويلة بسبب ارتفاع معدلات سقوط الأمطار. ومن الأمثلة على النباتات المدارية حشائش السافانا الطويلة وأشجار الصمغ العربي. المشكلات التي تواجه النباتات الطبيعية في الوطن العربي. تتعرض النباتات الطبيعية في الوطن العربي للعديد من المشكلات نتيجة للتغيرات المناخية وأنشطة الإنسان المختلفة. وفي هذه الصور نعرض أهم المشكلات التي تواجه النباتات الطبيعية في الوطن العربي. الرعي الجائر، الحرائق. لا تزال الحرائق التي اندلعت منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي في جنوب شرق أستراليا تتوسع، وقد باتت توصف بغير المسبوقة في تاريخ البلاد، إذ تقول السلطات إنها بدأت تخرج عن نطاق السيطرة، وهي قد تسببت حتى الآن بخسائر في الأرواح والممتلكات
وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي، ما يفوق حجم هولندا. قطع الأشجار والشجيرات.